والله يفرجها عليه معتصم، الله يحن عليه ويمه، هو كل مريض وكل تعبان، معتصم الله يرضى عليه، مثل ما هو لا ورا معتصم ولا جايد، لا رايح النشر ولا جته عافية، دمه شو بدك أقول دمه سبعة ولا ورا، ونزيف عليه باستمرار. نظيف 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 كان بيفوت على الحمام بعث الحمام هذاك عنده شافوا يعني مش جذب وشو ثلاث غداريف بظهره بكي كلهم يعملوا العملية وظيفة ودون اللي رمتزن بجري ودون الالتهابات بمصارينه ودون تشاتات مصارينه كل جسمه تشاتت. امتى اخر مرة؟ يوم الخميس اللي في مرق خميس بعد خميس بظهر ولا شو حدا سائل عنه ولا حدا كايل منين انت ولا خلاص. رسالة وحدة لأن هذا المدينة يعني فيها كل ألوان الطائفة الفلسطيني وقاومت يعني كثيرا الاحتلال، يعني من دكتور ثابت ورائد الكرمي وعباس السيد أسيرا ولؤي السعدي والشيخ رياض بدير وكل ألوان الطائفة الفلسطيني. ورسالة أيضا للمقاومة الفلسطينية أن تكون الأسيرات والمرضى منهن أولا والأسرى مرضى أولا، ومعتصم رداد وقضية إسراء الجعبيس من أصعب القضايا في سجون الاحتلال والمؤلمة. أشعر كفلسطيني الاحتلال يقهرنا باستمرار اعتقالهم. معتصم رداد أكثر من حوالي 25 دواء يأخذ، وإسراء الجعبيس ترون حالها كيف سنقابل أبنائها وإخوان معتصم رداد. اليوم الرسالة أيضا للمستويات الرسمية الفلسطينية أن نكون أكثر التصاقا بهذه القضية وأن نحافظ على مؤسسات الأسرة ومقدمها نادي الأسير الفلسطيني، هذه مؤسسة رائدة فلسطينية تعرفنا وتتعامل معنا كفلسطينيين وليس كابن الحزب فلان أو علان، وساوت بيننا في التعامل في قضية المحامين والزيارات وناصرت قضية الإضراب، فليس أقل من أن نناصر هذه المؤسسات وأن نكون معها، كما حافظت القيادة الفلسطينية على معاش الأسرة فلتحافظ على هيئة الأسرة ومؤسسة الأسرة ووزارة ونادي الأسير الفلسطيني.